أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العدوان الذي تمارسه على أراضي أوكرانيا. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة جديدة تضم 38 شخصية وشركة روسية. ووفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض، فإن العقوبات ستستمر حتى تسحب روسيا قواتها من إقليم الدنباس شرق أوكرانيا. وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا دولة معتدية وأن الدنباس جزء من أوكرانيا. وأشار جون سبايسر إلى أن موقف البيت الأبيض واضح، روسيا يجب أن تنسحب من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها. موقفنا واضح وصريح، فالعدوان الروسي على أوكرانيا هو السبب المباشر لفرض العقوبات. وطالما أن روسيا مستمرة في عدوانها على شرق أوكرانيا، فنحن عازمون على مواصلة فرض العقوبات عليها. ونحن نؤكد أن الدنباس جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، ولهذا السبب سيتم مواصلة العقوبات. وهذا هو الموضوع الذي نوقش مع الرئيس، وسوف نستمر في الدفاع عن موقفنا.